من الأربعة للسبعة نتاع العشية على كاب اف ام. مازلنا معكم في لحظاتنا الأخيرة، نسلم عليكم الناس كل يوم كنتم في الاستماع. نمشي بكم إلى أهم الأخبار الرياضية تتفيد في فلاش سبورت. فلاش سبورت. فلاش سبور. كشفت وسائل الإعلام الجزائرية اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وإن قام بإعلام الاتحاد الفلسطيني بعدم إمكانية خوض مبارياته القادمة في الجزائر. وأشارت المصادر الثالثة إلى أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد راسل نظير الجزائري من أجل إعلامه بقرار الاتحادين الدولي والآسيوي لرفضهم السماح للمنتخب الفلسطيني بخوض مبارياته في تصفية كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 على الأراضي الجزائرية. قضت الغرفة القضائية تابعة للجنة الأخلاقية المستقلة بإيقاف جوناثان بوكابوكو المدرب السابق بفئة الشباب في أندية اتفاقية كرة القدم الحضرية لمنطقة ليومبوبو وماليبو بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومنعه من مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 20 عام بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على لاعب قاصر. كما قضت الغرفة بتغريم بوكابوكو مبلغ مالي مقابل 100,000 فرنك سويسري، وهذا بالنسبة إلى الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة. الاتحاد الدولي للسباحة أمس الخميس أعلن عن قائمة المرشحين لنيل الجائزة أفضل سباح في العالم في عام 2023، واللي ضمنت البطل الأولمبي والعالمي التونسي أحمد الحفنوي. كما ضمنت قائمة المرشحين لهذه الجائزة كلا من الفرنسي ليون مارشان والصيني كينغ هيانغ. نهار السبت 21 ونهار الأحد 22 أكتوبر 2023 بتكون مباراة الجولة 9 من المرحلة الأولى لبطولة النخبة لكرة اليد، ويكون البرنامج نهار السبت 21 أكتوبر على الساعة 4. النجم الساحلي يلعب للنادي الهلالي النادي الإفريقي لنادي ساقيت الزيت، منقولة على قناة الوطنية الأولى. بالنسبة للاتحاد التميمي وشبيبة الشيحية بعث بني خيار ونادي كرة اليد بجمال. نهار الأحد 22 أكتوبر 11 متاع الصباح نسرة بولبا والترجي الرياضي سبورتينغ المكنين ومكارم المهدية. أحسن تعادل لمواجهة افتتاح الدوري الأفريقي لكرة القدم اليوم بين سيمبا التنزاني والأهلي المصري. وفات المباراة على نتيجة 2-2 في اللقاء اللي أقيم اليوم الجمعة على ملعب بنجامين بالعاصمة التنزانية دار السلام في افتتاح بطولة الدوري الأفريقي، وباش تقدم الأهلي بهدف سجل المغربي رضا سليم في الدقيقة 45، وتعادل سيمبا في الدقيقة 52 على طريق دينيس كيبو، باش يتقدم الفريق التنزاني من جديد في الدقيقة 60 عن طريق ساديو كانوتي، بوقت اللي تزيد تعادل محمود عبد المنعم في الدقيقة 63. وكانت هذه أهم الأخبار الرياضية في فلاش سبور. فلاش سبور. فلاش سبور. وبهكا نخلط معكم إلى نهاية حصتنا بالنسبة لليوم. شكرا لكم الناس كل يوم ما كنتم في الاستماع، وين ما تكونوا زادة معنا في المشاهدة خليكم مع بلاج ميزيكا المزيان لليلة. شكرا لك حليم زميت على الإخراج التقني، يامل بن سليمان على الإخراج الرقمي. شكرا لكافة الفريق، كان معكم هي بالخير في الأعداد وفي التقديم. بوي كانت لكم الناس كل أردو بالكم على روحكم، ليلتكم زينة، صباح الخير.